عارفين مين يجاوبها، اللي هو وبدون ذكر أسماء، هي الدولة دي يا جماعة فيها إيه أحسن من بلدي فرضا عشان تحقق كل هذا الرقم في السياحة؟ مظبوط. مثلا كويس، الدولة دي فيها إيه مش موجود عندي؟ بالعكس، ده أنا عندي حاجات مش موجودة فيها، فهمني؟ مظبوط. يعني أنا عندي في مصر حاجات متوفرة وموجودة وربنا مديها لنا كده، مش موجودة في بلاد تانية. مظبوط. لكن الاستثمار ده ما بيجيليش ليه؟ مظبوط. فضل. هو خليني برضو أثمن يعني كلام الدكتور، إن أنا حتى الطلبة حافظين الكلمة دي بقولها لهم على طول في قاعة التدريس والمحاضرات، إن دولة الموظفين غير دولة الوزراء. نعم. طيب معلش، ما احنا مش هنعيش على كده. صح. يعني ده هيرجعنا. ايه اللي بيفكنا بقى؟ ده لازم نحل. ما انا بقول لحضرتك ايه اللي يفك ده؟ ان يحصل ميكنه كامله للاجراءات. طول ما احنا بنتكلم على نظام حتى الان ورقي، كل حاجه بتتم وختم وامضي والى اخره. انا ليا تجربه ايجابيه جدا، طلع حاجه اسمها بوابه مصر الرقميه، حجزت عليها عشان اعمل توكيل. ده كان من اكتر المشاوير اللي انا بقعد يعني اقرا عديت ياسين قبل ما انزل ان هروح. حجزت على بوابه مصر رقميه من غير اي واسطه، من غير اي حاجه خالص، وصلت 3 دقايق. طيب كنت مخلص. عشان نبقى موضوعيين، هل ده يتم بسهوله؟ طبعا. ولا ده محتاج وقت فبالتالي هنتاخر؟ لا، مفيش صعوبه. ليه؟ لان انا لما كنت احنا جاهزين. طب جاهزين. جاهزين جدا. موجود. على فكره احنا أول دولة نادت بفكرة الحكومة الإلكترونية. نعم. جمهورية مصر العربية. أي. كل الدول العربية الأخرى ما احنا اتأخرت في التنفيذ. خدني على قد عقلي يا دكتور. لو احنا يا دكتور خميس الحاجات دي متوفرة، ما كانش بقى في تصريح واضح وصريح لمعالي رئيس الوزراء بتيسير كذا كذا كذا، طب ما احنا هو فين؟ هنعمله ازاي؟ زي ما حضرتك بتقول. في حاجة كويسة طلعت اسمها الرخصة الذهبية مثلا. النهاردة لمشاريع معينة هتطلع. نعم. بسرعة ولا نعم. فقصدي هو في حلول. حلول دي ليها علاقة أولا أن احنا نسرع في فكرة إجراءات الميكنة والأوتوميشن في كل القطاعات قدر الاستطاعة. تاني حاجة أن احنا يبقى عندنا مناطق اقتصادية خاصة وتيسيرات خاصة ورخص سريعة بتطلع لقطاعات معينة بسرعة للمستثمر الأجنبي اللي جاي، ما يتعاملش غير مع مكان واحد. تك تك. سال فكرة الشباك الواحد. ما هي الشباك الواحد ده يعني بقت حتى يعني سيئة السمعة. صحيح. لأنها بقى لها كتير وما تنفذتش. ما حصلتش. فاحنا عايزين نحط عنوان تاني. الميكنة الكاملة. ان زي كده تجربتي مع بوابة مصر الرقمية دي وناس كتيرة جربتها 3 دقايق بقول لحضرتك بالظبط. حاجة يعني ولا كأنك في اوروبا. طيب. 3 دقايق الموضوع خلص. اكمل بس على كلام الدكتور احمد الحقيقة. لانها نقطة مهمة جدا. احنا امبارح في الاتحاد المستثمرين كنا مستضيفين رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية. ورئيس هيئة التأمينات كان اهم شكوى عندنا هي ان احنا في صعوبة واحنا بنسلم للثمارة 1 والثمارة 2 والثمارة 6. الثمارة 1 دي لما العامل يشتغل، والثمارة 2 لما يحصل مرتبه يزيد، والثمارة 6 لما العامل يمشي. نعم. لان بيبقى زحمة و و و الى اخره. قال طب وانتوا بتعبوا نفسكم ليه؟ ما تخشوا على البوابة الالكترونية بتاعت الهيئة وهتدخلوا تدخلوا انتوا بنفسكم للثمارة وهنديكوا رياكشن الثمارة دي اتقبلت ولا لا. ما هو طالما ده ما تسوقش وحضراتكم ما عرفتوش يبقى كانه الخدمه مش موجوده. احنا خدنا المعلومه التسويق. والحقيقه النهارده قلنا لكل شركات مصر هذه المعلومه بحيث ان احنا مشكله كانت موجوده نتحل. نعم. فاحنا كل ما قللنا حجم الكونتاكت ما بين المستثمر او المواطن والموظف كلما كان النتيجه احسن. طيب ايه تاني قبل ما اختم واشكر حضراتكم دكتور خميس؟ مشاكلكم ليه؟ ليه عندنا في عدم جذب؟ انا بطلب برضك ان احنا يحصل تكامل بين المصانع مع بعض. يعني المعلومات عندنا قليلة بيننا وبين بعض. عن بعض. احنا عايشين في جزر منفصلة. فاحنا عايزين احنا حاليا بنعمل المشروع ده. بنجمع كل مقومات المصانع في مصر. حتى المخازن عنده ايه في المخزن. عنده ايه آلات معطلة. عنده ايه آلات محتاجها. عنده ايه عدد عمال علشان ينقلهم من والى. أيوة. كل المعلومات دي لو احنا خدناها واستفدنا منها هنقلل تكلفه المنتج النهائي، وده الاهم.